لما بدات ان انا العب كوره وكده، وبعد ما خلصت منتخب 16 سنه كان في كلام معايا للنادي الاهلي، فكان طبعا في صعوبه يعني، وما كنتش انا مدرك ان انا اقدر ان انا اقول راي كبير، لان كان عندي حوالي 15 16 سنه، فما كنتش لسه يعني اقدر ان انا اخد قرار يعني. فكابتن مصطفى قال لي لا، احنا النادي رفض انتقالك لنادي الاهلي. هو اللي رباك وهو اللي خلاك رحت منتخب، وهو يعني واخده بال حضرتك ازاي؟ كابتن مصطفى رياض. طبعا الواحد بيزعل شويه، بس يعني انت ولد صغير فمش يعني فكملت المسيره بتاعتي وطلعت درجه اولى وبدات العب والكلام ده كله، واللي ليه نصيب فعلا يعني زي ما بيقولوا. جه وقت كان تقريبا عندي حوالي 27 سنه. فكان باشمهندس عدلي ربنا يديله الصحه يعني، كان بدا مفاوضات واتكلمنا فتره طويله، وكانت الامور صعبه برضه في نادي الترسانه شويه، بس الحمد لله رب العالمين بقى مع اصراري بقى، فتعلمت تجربه يعني، فمع اصرار انا ان انا اتنقل للنادي الاهلي الحمد لله ربنا كرمني، وعشت اجمل 3 سنين في حياتي في الكوره كلها.